الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات المباركات يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآيات السابقة بيّنت أن الله سبحانه وتعالى ألهم النفس البشرية وجعلها صالحة لقبول الإيمان والعمل الصالح والإصلاح في الأرض والتمسك بهذا المنهج، وأن النفس البشرية قابلة للفجور وللفسوق وللكفر والعصيان. الله سبحانه وتعالى يبين المنهج ويبين ما يترتب على كلا الاختيارين: من اختار الإيمان والعمل الصالح والمنهج، ومن اختار الفجور والفسوق والكفر والعصيان. الله يبين المنهج الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم ومسلمة. ما هو هذا المنهج؟ قد أفلح من زكاها. أفلح فاز ونجا ووصل إلى المطلوب وإلى غايته، إلى الغاية التي يريدها. ما الغاية التي يريدها كل مسلم ومسلمة؟ أن يصل إلى رضا الله وإلى الثواب العظيم بدخول الجنة. فمن تمسك بالمنهج وصل إلى هذا الأمر، رضا الله والمثوبة بالجنة. قد أفلح من زكاها. ولكن شرط الفلاح مرتبط بالتزكية. ما معنى التزكية؟ التزكية هناك تخلية وهناك تحلية. التخلية أن يتخلى الإنسان عن جميع الصفات المرذولة بمجاهدة النفس، يجاهد نفسه حتى يتخلى عن جميع الصفات المرذولة. مرة أبو ذر بيقول لمين؟ لسيدنا بلال، قال له: يا ابن السوداء. بلال ذهب إلى النبي باكيا، قال: يا رسول الله، عيرني بأمي. التعيير بالآباء والأمهات والألوان والكلام دوت كان من صفات أهل الجاهلية. النبي قال له: إنك امرئ فيك جاهلية. يعني إيه؟ يعني جاهد نفسك في ترك هذه الصفة والبعد عنها. يعمل إيه أبو ذر؟ وضع وجهه على الأرض وبين قدمي بلال بن رباح وقال: لا أرفع رأسي حتى تطأ وجهي بقدمك. فقال له بلال: عفوت عنك. يبقى إذن لابد لكي نصل إلى التزكية من مجاهدة النفس،
وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس في زحمة مشاغل الحياة الدنيا، ينسى أمر المجاهدة. في القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى إذن النفس بتأمر بالسوء، طب نعمل إيه؟ لابد أن نجاهدها حتى نجعلها تستقيم على منهج الله، يبقى لابد من مجاهدة النفس. ورد في بعض الآثار وصف إن جهاد الأعداء بأنه الجهاد الأصغر. طب ليه؟ قال لأن لقاء الأعداء قد يعني يحصل مرة في العرم أو مرتين في العمر أو ما شابه ذلك، لا يحدث إلا قليلا. أما مجاهدة النفس فالنفس تحتاج إلى مجاهدة مستمرة باستمرار وإلى تزكية. ما معنى التزكية؟ التزكية هي التطهير من العيوب والذنوب. يبقى إذن ويحاول أن يحلي نفسه وأن يترقى بها في مدارج القرب. يبقى إذن التخلي عن المعاصي والذنوب والصفات المذمومة هذا تخلية، التمسك بالمبادئ والمثل العليا والأخلاقيات الجميلة والذكر وعبادة الله والمنهج الرباني هذا تحلية. يبقى إيه؟ المسلم لابد أن يسير في هذين الاتجاهين: تخلية يبتعد عن الصفات المذمومة والأمور القبيحة في الدنيا، تحلية يتحلى بالتمسك بمبادئ دينه وشرائع هذا الدين وأخلاقيات هذا الدين ومبادئه حتى يصل إلى مطلوبه وهو رضا الله والجنة بإذن الله تعالى. قد أفلح من زكاها. زكاها بمعنى جعل يعني طهرها بالتزكية والتخلية والتحلية إلى مدارج القرب من الله تعالى. وقد خاب من دساها. قبل أن أنتقل إلى هذه، واحد أحد الصحابة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. النبي قال له إيه؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. طب كلنا قلنا آمنا بالله، ما المطلوب؟ أن نجاهد أنفسنا على سلوك سبيل الاستقامة إلى آخر حياتنا في هذه الدنيا.